مدحوينها تشموريو دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا داه فري مدن لغو قرفين ايا داقالها هير قران اي جموريو دا سومالي لان اي سنادة لبادة كون يسدح يلاباتان كاسو سيقو تردر لغو لفقر ايو امورها كبعين تا داقالها اي جموريو دا سومالي لان وحانا مدشا مدحوينها تشموريو دا سومالي لان كوه هليني حمنا كمي دا قولها وسير هدا قدوميال مايرو براسابو تليال عيدان قنعصتو أقول يهان دنياشر دقالها إيه مرت الشرف كله أو كسعودي شركتها جار كله اللي هي السومالي لان كهول قلا وحنا شركة هالكوديجي سلقد جي مستقبل كدقالها السومالي لان مالقش دقالها صلب لارن أو عصريا من حينها تمريض السومالي لان مدن مسبيح عبدي أي شرحات كبحيي أهمية دكوب على دقاله وقف ديو بالشدة يقرن كتمريض السومالي لان فرصة وراك سبعي تاعي أنا كسوق عيب بروح شركة هرمانية تلقاها وحا أين نقاري كان رفصة إمكو سعطان اليريدينو تذلك أي سمينيان إنه أقوان تنا نقالو رنو أودان أقوان له أو حرفة لا أدوك أولو فينو إن العويك أي خيرات كاين هاي نسيا أين نقالو قصوص الروح نوبها ماهي أو سلقوا إن لهيرو قرن دول با كاليسان دول با كاليسان أو كيني كرا مركو هوري قارن كان بيتقلد سو صور إن عندي بدل جسوا دورين جودي سنة وحي خلافات حلين كنا كان الدم بين ثنا فلين كنا شرعنا فلين كنا أو أكون السائر الدولة عدد أو هفن ولا مال قش كرا ولا اعتراف كرا ولا ذي كرا أين وددين صدق سنة سو هيني إم كنا نكتاجن مدن موسى بيح عبد المدحونة هتشموريد السومالي لان أية المامي وحيابها السومالي لان اي كومو تيساتي اني عدو بادن يلاتو شعبك السومالي لان اي واجب كوتهاي اني دفاعان قراني مدى تشمورية دا السومالي لان عدو بادن او كانو تشودوينة لكن كومي ضيسان اني السومالي لان بربريا مدبادن وكالي هايبا اي اي صوب هايستي دل كان او حالا قليي حارد ديان حارد ديان لو كجرة سيادرتي مانت مدنات واحد ورسا إن لو مدوبو دفاع قرنك أو قرنك هاسو كيه قرنك سومالان واكي حدوديسة أي كتغير السبيين استعمار كي أفريكا وردان شوغي حدوديه وكتغي أو أي نكراسي ونعي لمان أفريكا كنتوني أفريكا دوليه دي لابوسي هاي واي حدودي نوحا غي حياة سعاد أحدها مدوبو أفريكا سوف تقال لماها إن أفريقيا لم يكن أغنطه حتى كنت يستعماركو سوف مالي لأدنى للوالو ديدي نكتابوها مورينا وريونيا سوف مالي لأد حق إذا قفنا وتنازل ميسو وأنا كواجي إلى قرن مدد حدودها إفكا لوتا وهذا من صور عدوبه سوف يرى أي حدي أي لنقطة إلى سوف مالي لأفوضها إلى ويرنا وإن أبارك الجورابية لرؤو قرار تأكيد هذا السوق. كاس واحد وكيرنا مركا أينو إنه حصل له بذهنة كون تروح إلى قرآن. مدحين مسبح عبد أي شيء مملكة بدلان الصومالي وفرقين قاون وكوها يحدودها ذلك تمرية الصومالي لان الصومالي لان أنا تأود القادم دونين. سجارة عدو يلا بدل الصومالي لان واحد وصو قادر يا. مملكة بوتلاند أو أهد أفضل دير إنو السومالي لأن البلارس يدور كاقاطة حباري سنة وحيلتها هاي وايس رمح بوتلاند إنو السومالي لأن روح قادة كرتين كلا وايس رمح وحلم إذا حلبان هذا قار كينيا أو كينيا حلبان وآه سياسية وآه أو حلقة إبساس ديتهم قرومات أو كلا أفا أو كلا دينة وحلوه ذاقة حتى نطبق نحشي ضعية سومالي لان قبر كميدة أما ديك بكميدة أغلق عين كاسي كو آنو أكبر يكررو كنا إرقيننا كنا ورغيقنا ماهي وحرير هو عدو سومالي لان حل كاك يسو دوري دولة كينيا وقرن وحيري ونكسر لها الله حل كان نوجه وغسفارة دي سفير بحق الدولة تقول لي سوامك عوضي وهذا مرة كده سوام رأيو وهي كانت شوغان إن كنو سيديت كن أو شقاري
madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka hadlay siyaasadda gudaha iyo doorashooyinka dalka ku soo foolle. siyaasadda Soomaaliland siyaasadda Soomaaliland waa dal kala wadaaga, waa dal mashaakiiska nabad ku xalista, xisbiyo qaran buray, doorashooyinkii baa sanadka dambe soo socda. doorashooyinka waxaanu ka rabnaa, doorashooyinka waxaanu ka rabnaa inay qabyaaladii laga saaraan, inaanu dowlad hufan ku dhisanno, in qof iyo aqoontii loo socdo, in dalka la wada dego, in sharciga loo hoggaansamo. ninka awoodda leh iyo ka aan awoodda lahayn, ka dhaqaalaha leh iyo ka aan dhaqaalaha lahayn, in sharciga loo sinaado. laakiin hadday xisbiyadu noo abuuraan bulshadii qaybiyaan oo haba qabaliya ah oo aan lala xishoori oo makrafoonka dalsadu taagayo oo ummadda naxri iyo qabyaalad iyo colaad cod laga doonayo, taas dee doorasho maahay, waa balaay soo socota. in doorashooyinku ay noo horseedaan walaaltinimo, tartan xalaala oo dantu ay tahay qarankan ku dhisan, yaynaan u dudin kursi baa waayo dalka waa duminaya, yaynaan u dudin ka joogeen ka mid ahayna sii fadhii maayo, kii la doortay meel kastaa fadhiya ka sii fadhii maayo. doorashadii waa imanaysa, waa in diyaar loo noqdaa in doorasho la galo, la tartamo, si nabada loo kala helo, dadana qaranka dhisanno. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u mahad celiyay shacabiga Soomaaliland guud ahaan meel kasta ay dunida ka joogaan sida ay u garab istaageen ciidamada qalabka sida ee heeganka ugu jira sugidda xuduudaha qarankani uu leeyahay. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland ee aan xukuumadda xilahayn, gudaha iyo dibada ha joogeen, miyiga iyo magaalada ha joogeen, sida wadaninimada ah ee nafurida ah ee naf iyo maal ciidamada qaranka u garab taagan yihiin, waan ku hambalyeynayaa. waana ta Soomaalida ka soo calamaashay qaranka ku dhisto, waa taynu dhaqaalaha loo fadhiyo ku heli karno, waa taynu caafimaad ku heli karno, waa taynu warshadaha ku dhisan karno, waa taynu shaqala'aanta ka bixi karno. waxaan iyagana aad u hambalyeynayaa ciidamada difaaca madaniga ah ee iskood si xilqaamay hubkooda qaatay, ee iyaga oo mutadawiciino nafurida difaacaya deegaamada cadowgu u soo goodiyayo gobollada ka fog dagaalada. waxaa ku waajiba in ciidamada civil defenseka ama ciidamada difaaca iyo bulshooyinkooda ee xilqaamay ay taageero iyo walaaltinimo iyo iskarabtaag iyo muujiya. nin wal oo Soomaaliland aqoonsan xuduudaheeda iyo qarnimadeeda nabad baanu fidinaynaa, wixii naga dhexeeyana hadal baanu ku dhammaynaynaa. nin wal oo Soomaaliland inuu burburiyo doonayo ama xadalkeeda inuu kala jarjar doonayo, dagaal baa naga dhexeeya. koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa madasha hadalle kasoo jeediyey wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka Dr. Axmed Aadan Buuxane, wasiirka maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, iyo Barkhad Xasan Abiib oo ku hadlay magaca guddida qabanqaabada shirkan. waxaanay sharaxeen qorshayaasha xukuumadda ee lagu baritaarayo dhaqaalaha, isla markaana waxay dul istaageen dhaqaalaha iyo kobcintiisu jidadka ay soo marto iyo sida ay Soomaaliland jidka u hayso. inkastoo ay hore u jireen qorshayaal kooban, haddana dalku wuxuu samaystay 2012kii wixii la odhan jiray National Development Plan 1 baa la samaystay, kaasi oo ahaa 5 sannadeed socon doonay 2012-2017. qorshaha horumarka qaranka ee koowaad wuxuu ahaa hindise waddanku leeyahay oo loo qaabeeyey si waafaqsan heesiga qaranka Soomaaliland si loo gaaro mudnaanta horumarinta qaranka, kaasoo lagu soo koobay dhammaan mashaariicda ay dowladdeennu mudnaanta u aragto in la hirgeliyo. mashaariicdaasi waxaa loo qeybiyey si cadaalada, iyadoo oo lagu qeybiyey dhulweynaha Soomaaliland min bari ilaa galbeed. madaxweyne, daraasad ay World Bank ay sameeyeen waxay ku cadeeyeen in dhaqaalaheena 28% si toosa uga yimaado xoolaha, si dadbal marka loo eego intaa uu ka badan yahay, laakiin sida tooska waa 28% ganacsigu waa 22%, beeruhu waa 7%, industrigu waa 2% keliya, mining ama macdantu waa almost zero, beeruhu waa almost zero. madaxweyne, 900 taqriiban waxaynu dhoofinaa waa xoolo,
محاين لقد بون سيدا غاريهنا نوصل بلارنا وعصرينا محاين لقهر تاقن مدحوين مدن ياري مروين نوحن إلا تحاي إلا ساقال الشاي بينو باعنين وحكا بدلو هدين دون لغاليهنا نوعصرينا وصل بلارنا قطب قوهر يوحو لحريرا هذي يشير ورشدينتي gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa furay bandhigga dhaqaalaha Soomaaliland oo qaar ka mid ah sharaayiga dhaqaaluhu dalku ay ku soo bandhigeen doorkooda kobcinta dhaqaalaha iyo kaalinta ay ku leeyihiin Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa